وللمزيد ينضم إلينا الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية برام الله. أستاذ أبو بدوية، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. بداية، نتحدث عن إسرائيل، تعلن عن مقتل 24 جنديا بغزة في أكبر حصيلة يومية منذ 7 أكتوبر. ما هي قراءتكم، خاصة ونحن في اليوم 9 بعد 100 من هذه الحرب؟ يعني اليوم أو البارحة حسب ما أعلن الإسرائيليين أنه كان من أصعب الأيام على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. أثر هذا الحدث أو أثر هذا المقتل، هذا العدد الكبير من الجنود، بعتقد قد يكون على بعدين. ممكن يكون يأثر إيجابا، أنا بقصد إيجابا، بحيث أنه يحث الجانب الإسرائيلي أكثر وأكثر في الضغط على حكومة نتنياهو والشارع الإسرائيلي في وقف هذا العدوان، وقد يأتي بأثار سلبية، قد يحث الشارع الإسرائيلي لتأييد الاستمرار العدوان. أنا أميل على الاعتقاد أنه هذا الحادث من شأنه أنه يزيد الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العدوان، وتحديدا إذا انضم إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أهالي الجنود القتلى أو حتى أهالي الجنود المتواجدين في قطاع غزة، خاصة أنه كثير من خبراء عسكريين إسرائيليين يعني تحدثوا عن فكرة عدم وجود رؤية سياسية للحكومة الإسرائيلية، وهذا يعرض الجيش الاحتلال وجنوده لخسائر أكثر وأكثر. هذا التصريح كان على لسان رئيس هيئة الأركان من جانب، كان قبل أسبوع وأكثر، وكان أيضا تصريح مشابه من وزير الحرب الإسرائيلي. طيب دكتور دكتور أبو بدوية، طب هل تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على هذه الحصيلة التي وصفها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالمؤلمة، هل تتوقع أن يكون هناك رد عسكري؟ هو بلش الرد العسكري، بعتقد في حصار حط حاليا لخان يونس، وطلبوا من السكان تفريغ المناطق، حتى يعني كثير من السكان للأسف الشديد توجهوا إلى رفح. أنا بعتقد أنه الرد العسكري ممكن يكون بطريقة الضغط أكثر على المدنيين، مش على المقاومين، لأن المقاومين أصلا بالأنفاق والجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى اللحظة من إنجاز أي هدف عسكري متعلق بالمقاومين. ولكن أنا بعتقد أنه هذا من شأنه أنه يزيد الضغط على المدنيين أكثر وأكثر في سكان قطاع غزة، خاصة وأنه نتنياهو يعتقد أنه زيادة الضغط على المدنيين هذا من شأنه أنه يحسن شروط أي صفقة قادمة فيما يتعلق في الأسرى الإسرائيليين، يعني وكأنه يستخدم الضغط والإيذاء المدنيين من أجل تحسين صفقات سياسية مع حركة حماس فيما يتعلق في الأسرى. بس ولكن الملفت للنظر أنه صار في هناك تهيئة لظروف أكثر وأكثر مع الأيام، في أنه إسرائيل تحاول أن تهيئ ظروف طاردة للسكان الفلسطيني من قطاع غزة، خاصة أنه اليوم بنحكي تقريبا أنه في إذا مش أكثر من 70% من سكان قطاع غزة تجمعوا في جنوب قطاع غزة، وهذا يعني القرب من الحدود الفلسطينية المصرية من القطاع. فأعتقد أنه التخوف أكثر بالنسبة لي كيف بقرأ الواقع والتحرك الميداني في قطاع غزة، بعتقد أنه واضح أن الإسرائيليين يبدو انهم راح يعيدوا احياء فكره الطرد الفلسطينيين الى 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 سيناء من خلال التجديد على احتياجات السكان المدنيين اكثر، وهو حصارهم ايضا في مناطق الحدوديه اكثر واكثر. طب دكتور ابو بدويه، الخسائر الاسرائيليه في الميدان وقضيه الرهائن العالقه، هل يمكن ان تسفر برايك عن هدنه طويله الامد او وقف نهائي للحرب؟ حماس أعلنت أكثر من مرة أنه لن تذهب إلى صفقة أسرى بدون وقف الاعتداء على قطاع غزة. هلأ صح ممكن تتنازل عن فكرة أنه الاعتداء المسبق أو وقف الاعتداء المسبق، ولكن أعتقد الصفقة، أي صفقة ستوافق عليها حماس، يجب أن تشتمل على موضوع وقف العدوان، لأنه هي الورقة تقريبا ورقتين ضاغطات في يد حركة المقاومة الإسلامية حماس. أولا صمود المقاومة في الأنفاق، وثانيا ورقة الضغط الإسرائيلية اللي هي ورقة الأسرى. بفقدان ورقة الأسرى بعتقد هذا راح يعرض كل القطاع غزة للدمار، وهذا من شأنه أنه يسمح للآلة العسكرية أكثر وأكثر بعد أي هدنة متوقعة، أنه يسمح للآلة العسكرية أنها يعني تكمع أكثر أكثر في السكان، بل حتى أنها تذهب في سقف أهداف أكثر من موضوع يعني موضوع المقاومة العسكرية. بعتقد حتى راح تروح لموضوع فعلاً التهجير القسري للسكان، وبالتالي أنا لا أعتقد أنه حماس راح توافق على فكرة أي هدنة أو تبادل صفقة أسرى بدون شرط وقف العدوان على قطاع غزة، وكأنها يعني تنتحر بهذا الطريقة إذا وافقت على أي صفقة مؤقتة
أو صفقة جزئية للأسرى. فمجبورة إسرائيل حاليا. إسرائيل يعني صار أكثر تقريبا من 100 يوم، هناك خسائر بشرية ما بين الجنود الإسرائيليين يوم وأكثر أيام، يعني كل يوم في خسائر أكثر وأكثر. هناك أيضا ضغط سياسي وعسكري في داخل المجتمع الإسرائيلي من قبل المعارضين لنتنياهو، سواء المعارضين السياسيين أو حتى في داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، سواء جينت وإيزنكوت وغيره، حتى جالنت اللي هو من نفس الحزب الليكود مش متفق تماما مع رؤية نتنياهو فيما يتعلق في الرؤية السياسية لقطاع غزة. أنا بعتقد الجبهة الإسرائيلية متهشمة نوعا ما، متهتكة، هناك عدم تحقيق لأي إنجازات عسكرية، هناك خسائر بشرية أكثر وأكثر، هناك أيضا الرأي الدولي، وهناك تنسيش برضو أمريكا اللي مش متفق أيضا مع حكومة نتنياهو وفي رؤيتها لمراحل العدوان على قطاع غزة. الأوروبيين شوي صلهم كم من أسبوع 10 أيام بيتحركوا في موضوع حل الدولتين و الضغط على الإسرائيليين بطرق قد تكون دبلوماسية، منها الاعتراف بدولة فلسطينية أو حتى استخدام وسائل اقتصادية. أنا بعتقد كل الظروف مهيئة أكثر وأكثر في أن إسرائيل تستجيب للقبول بشروط حماس والذهاب إلى صفقة شاملة الكل بالكل. الدكتور رائد أبو بدوي، أستاذ القانون والعلاقات الدولية برام الله، شكرا جزيلا لك.